طائر المينا أو الماينا الهندي الذي تصنفه منظمة البيئة العالمية على أنه من أخطر الدخلاء على النظام البيئي في العالم، بدأ ينتشر منذ عقد ونصف في مصر وفلسطين وبلاد الشام. وقبل أن يستعطفك بقدراته وذكائه الحاد وقدرته على تقليد الأصوات وكلام البشر متفوقا على الببغاء، فإن عليك أن تعلم أن أستراليا وجنوب أفريقيا ودول أمريكا الشمالية رصدت مئات ملايين الدولارات لمكافحة وصوله إلى أراضيها قادما من بيئته الأصلية في الهند وجنوب شرقي آسيا. يجبر الكثير من الطيور على الهجرة ويتغذى على الزواحف الصغيرة ويدمر نظام البيئة الذي يضمن محاربة الآفات الزراعية بأنواعها. يأكل كل ما يجده أمامه من محاصيل الذرة والأرز والقمح والفواكه، يتكاثر بسرعة هائلة على مدار العام وينتج فراخا كل 22 يوما دون توقف. التحذيرات في مصر كانت مبكرة، خاصة أن المزارعين والقاطنين في المناطق الريفية باتوا يلاحظون وجوده بشكل لافت، مع انحسار مريب لطيور الدور والحمام، إضافة إلى أثره على المحاصيل بأنواعها. كل هذا ربما يقف وراءه شخص فضولي أو تاجر جلب منها أعدادا لبيعها كطيور تتأقلم في العيش مع البشر وتملك مهارات لا متناهية وتتمتع بذكاء يجعلها تتسلل إلى القلوب سريعا وتصبح جميع الأفخاخ والطرق السلمية وغير السلمية. كانت الأعشاش تفقس بألف مينا آخر كطائر يحترف الغزو، وكيف يحتل وكيف يستوطن؟